أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، أنا مالي مذنون، مالي مذنون، أنا مالي مذنون. يا مدحة مدحة، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، يا محلاها الحرية، ويا محلاها الحرية، وسوريا نادت فيا رب السلام حيي سوريا عليا، يا محلاها الحرية، سوريا حرية أيها الشاب الثوري العظيم، يا شعبي، أقول لكم أنا فهمتكم، فهمت حمد الخطيب وهاجر، وفهمت القاشوش وسميح شقير، بس بنفس الوقت أحب أن أخبركم أنني لن أتنحى. لماذا؟ الكثير منكم الآن سيسألون هذا السؤال، وربما بعضكم سوف ينجلط. نعم، أقولها أنني لن أتنحى، لأني بعد أن اكتشفت أني أمتلك شعباً عظيماً وشجاعاً مثلكم، فأنني لن أتركه. فلا تتعبوني معكم، فمصيركم أن تبقوا في يدي، أن تبقوا عبيداً لي، ولو غطت الدماء جبل قاثيون. صحيح، ولازم تعرفوا أنه ما في حدا رح يساعدكم لأنكم لحالكم بالعالم، أنا وياكم لحالنا، لذلك خلينا نقول واحد واحد واحد، الثعب والرئيس واحد. باي باي. هاي انت، عم تحكي معي؟ ايه، مين انت؟ أنا الممثل. أنا اللي بخليك موجود وبنفخ فيك الروح. هذا كلام اندثاثي. يا سيدي، أنا مندس. وليش أنت مندس؟ أنا مندس لأني تعبت منك، قرفت، قرفت وأنا مستني يصير شي، ينصلح شي، هرمت وأنا حاملك. شو أنت أجدى؟ في حدا بيحمل حدا هالأيام؟ مظبوط، أنت قلتها، ما حدا بيحمل حدا هاي الأيام. بس أنت رضيت بهذا الدور؟ إيه، انت رضيت انه انا احكي عنك وكون بدالك وخليك مانك موجود، اتنفس عنك واكل عنك واخذ قرارات عنك، لذلك اذا سمحت ارجع لتحت وخليني اكمل حياتي. يلا لتشوف، عم اقول لك يلا لشوف. شو رح تعمل؟ شو رح اعمل؟ انا بخفيك، انا رئيس الجمهورية هون، يلا انزلت عدولة، انزل، والله بخفيك، بخلي لا 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 بخليك ما تكون موجودة. ها؟ حيوان حقير. شادو، انت بتعرف انه انا فيني خليك تعمل اللي بدي اياه، فيني خليك ترقص مثلا. اضحك، بس فيني خليك ترقص.
يا بشار ويا مندس تضرب انت وحزب البعص روح ظبط حرف الاس ويلا ارحل يا بشار يلا ارحل يا بشار تركني تركني انت واحد حيوان مندس حقير قاعدة انت قاعدة انت أسامة بن لادن انت 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 مخرب انت كده اسمع اسمع لك ليك باسمي وباسم الشعب باسم كل الناس اللي أذيتهم باسم بكرة باسم المستقبل بقول لك يلا من هون ارحل يا جماعة هاي الخطوة الأسهل صدقوني الخطوة الأهم والأصعب إنه كيف نسامح ونبني سوريا حرة مدنية ديمقراطية سوريا حرة